طالب زياد محمد البشبيشي من أشطر الطلبة اللي شفتهم تقريبا في حياتي، أستاذ محمود حسن اللي هو بيحل معايا امتحان الهندسة، وحاليا هيحل معايا برضو امتحان الجبر، مدرس خبير رياضيات بمدرسة الإعدادية بنين اللي في المحمودية. أمال إيه؟ أنا بصورك فيديو مش شكرا يا زياد بجد، شكرا يا أستاذ. شكرا تاني تاني تصوير شكرا يا أستاذ محمود. لا منور الدنيا والله. زي ما قلت لكم دايما اني بستعين دايما بمدرسين رياضه، لان انا في الرياضه بصراحه زي كده ما تقولوا ما بعرفش صيني حتى. فاوكي انا استعنت بمستر محمود وهو شاطر جدا، واستعنت بزياد لانه ممتاز جدا على فكره. مش عايزه اقول لكم من اطعم الطلبه اللي اتعاملت معاهم، مش بس زياد وفي كذا عيل، بس الحقيقه زياد اكترهم لانه هو ذوق قوي قوي. وانا بصراحه الطالب الذوق ده بيشدني جدا عن الطالب اللي هو تحس ان هو جاي من متعرفش. طبعا هو حال انت لو خدت بالك هنا الاولى الثانيه الثالثه، لا هي الثانيه، وهو مأكدها بكلمه الثانيه. خدوا بالكم من الاجابات، الاجابات صحيحه ان شاء الله 100%. مراجعه مستر، و عايز اقول لكم على حاجه، انت مش هتخسر حاجه يا برنس الليالي، انت وهو وهي لو ما اشتركتش اكيد، بس لو اشتركت اكيد هتكسب اكتر، على الاقل هتديني دعم ان انا في الفتره اللي جايه اعمل حاجات احسن. انا بشتغل انجليش بس، لكن انا بعمل العربي والحساب والدراسات والحاجات والعلوم والكلام ده كله للطلبة كده، يعني تبرعا مني ان انا بلجأ لحد من زملائي عشان يحل معايا ويشتغل معايا. فده مجهود انا شايفاه كتير، انا شخصيا ما توقعش من نفسي ان انا اعمل كده، فلما انا اعمل كده ده كتير عليا قوي. فابسط حاجة انت بتقدمها لي انك بتليق لي اللي انت بتشوفه ده. وطبعا يا ريت تتابعوني في القصة الاسبوعية بتاعتي، انا بقدم معلومات مفيدة وبقدم حاجات قيمة انا شايفاها قيمة. يا ريت ما تنسوناش بالاعجاب، واذا مش مشترك تشترك. ان شاء الله الفيديو بتاع بكرة هقدم لكم صورة حية من المدرسة، هيبقى قبل الفيديو، هعمل فيديو الاول صغير على لجنة الامتحانات اللي انا كنت فيها، هتشوف الطلبة قد كده لزاز وشطار. ده الامتحان بتاع الجبر، انا يعني في الجبر مش قد كده، بس انا شايفه انه يعني اهدى كتير من امتحان الهندسه. امتحان الهندسه ما كانش صعب بس كان طويل، لكن هو ما كانش صعب لان الهندسه اساسا مش صعبه. الهندسه عباره عن بما ان واذا، بما ان يعني معطيات ونتائج، الموضوع مش صعب. و يعني هو عايز طالب بس يكون بيذاكر، وطبعا احنا ما شاء الله عندنا طلبه، يعني الاغلبيه العظمى من الطلبه هي عايزه تبقى حمو بيكا مش عايزه تذاكر. هنتقابل بكره في امتحان الدراسات، وان شاء الله هنشوف طلبه شاطره تحل معانا ومدرسين، والدراسات اساسا لعبتي لان انا من عشاق التاريخ، فهنشتغل ان شاء الله دراسات وتاريخ، و ان شاء الله بكره، وان شاء الله اخر يوم بكره. كل سنه وانتم طيبين، محافظه البحيره وكل محافظات الجمهورية، عقبال كده كلكم تدخلوا ثانوي وتذاكروا وتبقوا دكاترة ومهندسين وشطار وتفلحوا في المستقبل اللي جاي ان شاء الله، مستقبل زاهر جميل مورد زي الفل، احسن من الحاضر، ويكون مستقبلكم افضل واحسن، اللي جاي احسن ان شاء الله. بس انتوا بطلوا تتفرجوا على مهرجانات، ولا اقول لكم انا بتفرج على مهرجانات يا جماعه، فيعني للاسف شديد كلنا هذا الرجل. يلا ادي السؤال الخامس محلول في نفس الورقة، و يلا السلام عليكم.